اهلا بكم من جديد. التخلص من الدهون في الجسم هو الشغل الشاغل للكثير منا، طبعا انا اخر واحد فيهم، وبخاصه الاشخاص الذين يعانون زياده كبيره في الوزن، ولكن الكثير ايضا يخاف العمليات الجراحيه والخوض في مضاعفاتها. ولذلك راح نستعرض احمد مع مشاهدينا اليوم تقنيه جديده للتخلص من الدهون بدون جراحه عبر جهاز حديث جدا ومبتكر تم تصميمه لاذابه الدهون وتنسيق القوام بدون عمليات جراحيه. هو جهاز وئام يسمى زيرونا الذي يسلط اشعه الليزر على الجسم ويقدم نتائج ملموسة. وخلاف الأنواع الليزر الساخنة المستخدمة عادة في مختلف أنواع العمليات الجراحية، يولد جهاز زيرونا الجديد أشعة ليزر باردة لا تخلف أي ندوب في أنسجة الجسم، بل تساعد الجسم على إذابة الدهون وتحفيز وظائفه البيولوجية للتخلص منها بدون عمليات جراحية أو مضاعفات سلبية أو حتى التوقف عن العمل، كما هي الحال مع عملية شفط الدهون. فعلا مثل ما قلت أحمد أنه يستخدم في هذا الجهاز ليزر إركونيا لشفط الدهون، ويعتبر أكثر أنواع الليزر أمانا وخضوعا للدراسات في العالم. ويركز زيرونا على الدهون المتراكمة في منطقة البطن والإرداف، وكما يمكن استخدامه في مناطق أخرى عديدة من الجسم. طبعا الحديث أكثر عن هذا الجهاز الجديد يسرنا أن نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الدكتور أحمد الفضلي. رأيك ويانا في الاستوديو. يا مرحبا فيك. صباح الخير. قبل شوية كنا نقول أنا وأحمد أن سبحان الله دائما الشغل الشاغل للنساء أو حتى الرجال حاليا هو الحصول على القوام الجميل في الجسم السليم وكذلك بدون جراحة وبتقنية جديدة جدا. كلمنا شوي دكتور أكثر عن هذا الجهاز وعن الليزر اللي هو إركونا لأشعة زيرونا ليكون أشعة باردة وغير ساخنة. الجهاز جهاز زيرونا هو من مثل ما تفضل أخوي أحمد جهاز ليزر البارد. ليزر البارد الويف لينث مالته أو الترددات 635. اكتشفوا ان هذا 635 نانومتر هذه حساسه جدا للخلايا الدهنيه. تؤثر على الخلايا الدهنيه فقط، تخترق الجلد، تاثر على الخلايا الدهنيه، تخليها تفقد الدهن كزيت في انسجه الجسم ويمتصها بعدين الجهاز الليمفاوي. يعني تذوب الدهن تحوله لزيوت. احنا لما نقول تذوب الدهن معناها انتاج حراره، لكن هي تحفز مثل ما تفضلت قبل شويه، تحفز الخليه للتخلص من الدهون المتراكمه او الصلبه الى زيوت. يمتصها الجهاز الليمفاوي وتشوف طريقها عن طريق الطبيعي اللي هو الامعاء والتخلص منها بصوره طبيعيه. طبعا اكيد وقعتم عقود مع شركات عالميه طبعا لاخذ هذا الجهاز، هل فعلا ان يمكن فعلا الاستغناء عن العمليات الجراحية وعن الشفط واللزق والندوب اللي تخليها العمليات الجراحية والفوبيا اللي عند كثير من النساء؟ شوف العمليات الجراحية لها انديكيشن، لها ضوابطها، ولكن الكثير من الناس يتمنى انه يسوي شيء او يجري اجراء بدون عمليه. زين. بدون عمليه، بدون ما يكون في داون تايم اللي هو يقعد في البيت ويريح ويرتاح. نعم. من العمليه واثار العمليه. العمليه لها 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 اسبابها ومسبباتها لما يحتاجها المريض، ولكن كشيء كحل مبدئي واساسي اذا تقدر تفقد وزن بدون ما تسوي عمليه، واحنا سميناه يمكن الليزر دايت. في امريكا امس على الدكتور شو سموه الليزر لايبوسكشن بدون جراحه. حلو. بدون جراحه، امس كان على الهواء الفكره. نعم. والناس كانت يا ابو ناس امبرسيف، يعني احنا النتائج اللي اخذناها من 12 الى 20 سنتي الويست. انزين، ويست وهب وثاي الارداف والفخود. نعم. امس انا اتابع الشو يو ناس اكثر من هالنتيجه. من 12 ل 20 سم خلال كم دكتور؟ خلال 2 ويكس او عفوا اسبوعين. كل اسبوع ثلاث جلسات، ست جلسات. ست جلسات بمعدل جلسه تكون كم مدة؟ كل يومين. والفكره ان كل يومين الجلسه كل يومين، لان لما تحفز الخليه وتفرز الدهن. طيب. اذا خلال 48 ساعة ما تواصل مرة ثانية الدهن على اساس يفرز. طيب يرجع مرة دكتور ثانية. احنا قاعدين الحين نشاهد على الشاشة كيفية عمل هذا الجهاز. تكلمنا شوي اكثر وتشرحنا صورة. تفضل. الجهاز عبارة عن خمس اذرع يسلط اشعة الليزر دايود 635 على جسم المريض. ما يحرق،
يقدر يخترق الثياب، ولكن احنا نفضل على طول على بدون ثياب على الجسم. على الجسم احنا نسميه اوبريتر اندبندنت، يعني سهل جدا ان الدكتور يشغله ويخلي المريض يعني ينزل. الرؤوس هذا الحين في اربع رؤوس، كل خمسة رؤوس، اربعة الخامس بالنص، الخامس بالنص اللي فوق. أوكي. كل واحد يسلط مثل عمود من الليزر، من الليزر او خط من الليزر، خط من الليزر. اوكي، ويدورون على الجسم على المنطقة طبعا، على المنطقة تتابق. اللي احنا المراد التخفيف منها. بس حتى لو ركزنا على الجسم هنا يحفز في اماكن اخرى. هل تحط مثلا نوع من الجل او من المادة مثلا الواقية على الجسم، ولا دايركت على الجسم بدون ابدا شيء؟ بدون جل، بدون اي تبريد مثل الاجهزة الاخرى، بدون اي شيء. المريض ينام، يقدر يسوي مكالماته، يقدر يطالع التلفزيون، يقدر يقرا، اي، فلانه ما يتاثر مع الجلسه. كم مدتها دكتور؟ الجلسه مدتها 40 دقيقه. 40 دقيقه كل 20 دقيقه على جهه. على جهه. هل ممكن تتوجه على يعني حد من الناس مثلا عنده دكتور الدبل تشين مثلا هنا، هل ممكن تتوزع على الوجه حتى مثلاً؟ على الوجه حسب ترخيص الاف دي اي اللي هو الصحه العالميه او الصحه الامريكيه. بس دائما يفضل انك تغطي العين. تغطي العيون دائما، يفضل تغطي العين. طيب دكتور، نحن قبل شوي انا واحمد كنا نقول ان المراه الحامل المفروض انها ما تتسلط لهذه الاشعه من هذا الجهاز. اكيد هناك شروط يجب ان تكون متوفره في الشخص اللي لازم يخضع لهذا الجهاز. صحيح. احنا شروط نلتزم في شروط منظمه الصحه الامريكيه اللي هي اعطت الابروفل من سنه 2004، اللي اعطت الموافقه. شروط جدا سهله، من 18 سنه الى 65 سنه الوزن اللي هو البادي ماس اندكس اللي احنا نسميه، اذا كان زياده عن الوزن من 25 الى 35%. الحامل طبعا لانه ما سوى عليها تجارب، ما تقدر تسوي عليها تجارب، فالسيفتي مو معروفه كحاله حال اي جهاز ثاني، ولكن الجهاز جدا جدا سيف. والحامل ما ينصح انه، صح، لان راح يتغير هرمونات والامور هذه. نحن ما طبعا احنا ما نبغي يعني مثل كيف يعني حل سريع موجود طبعا بعد الجلسه هذه. ما بدنا الوحده بعد ما تخلص الجلسه تصير مثل ما شاء الله عليها تتغدى وضرب صياني وعيوش. لازم انها خلاص فعلا تمارس حميه معينه دكتور، ولا لا؟ بالفعل هو ما تمارس حميه، احنا يعني الدراسات اللي اجريت ان طلبنا من المرضى ما يلتزم بغذاء معين، يعني اكل الطبيعي، ولكن كطبيب انت دائما تقول له تمشي وتاكل اكل صحي. في حميه معينه صحي. لا، تاكل اكل صحي، ولكن لا يحتاج، هذا الجهاز ما يحتاج حميه معينه. لكن الافضل دائما انك تنصح اكلك صحي، احنا ما نقول حميه، نقول اكل صحي. ما له سلبيات دكتور؟ يمكن السلبيات مالته ايجابيه، لان قبل اسبوعين في 5/10 او 5/4 نزلت دراسه للاف دي اي انه ينزل الكوليسترول ويرفع الكوليسترول المفيد ويخفض الكوليسترول الضار اللي هو الال دي ال والاتش دي ال. فطلبت الاف دي اي اجراء دراسات اكثر، لان هذا اكتشاف علاج اللفاوي. نجي للمهم يا دكتور، والاهم التكلفه. الكلام جميل وكل شيء تمام، لكن التكلفه ان شاء الله في متناول اللي يقدر يدفع. افتكر فيها يتعلق يعني الجسم او منطقه الوسط او الارداف او شيء، تكون منطقه عاده يعني كبيره وواضحه وتقدر انت تتحكم فيها، لكن بالنسبه للوجه يا دكتور كيف تقدر تتحكم الخمس رؤوس هذيلا على الوجه مثلا؟ لو نقدر ناخذ يعني لو شوي دكتور لو نقدر ناخذ الجهاز راح هذه ميزه الجهاز اللي هو يتحرك، سهوله حركته ونقله على هذه. اي، وفعلا دكتور يعني بعد كل جلسه هل تحس في شيء ملحوظ فعلا بدا؟ بالفعل. حتى في المؤتمر في ناس قال لك لا انا ما صدق جرب، ما له، تعال تفضل جرب. واطباء طبعا، ففي اطباء استجابوا من الجلسه الثانيه. والله من الجلسة الثانية حلو. الاستجابة كانت، وكان يعني بالنسبة لنا شيء مفرح ان الطبيب استجاب وراح للوكيل وابي الجهاز وبسرعة. على الخلايا الدهنية اللي هي جزء من تركيبة الانسان الطبيعية. الخلايا الدهنية اللي احنا نسميها اديبوسايتس، لكن انت تساعدها انها تتخلص او تعكس عملية ان الدهون دشت، لا تطلعها ويتخلص منها الجسم بطريقه طبيعيه. بعد تنشيط الخليه هذه هل ممكن ترجع مره ثانيه الخليه الدهون تتجمع ولا خلاص؟ اذا ردوا على الصواني اللي تقول عنها. قبل شوي احمد كان يقول انه هل المريض بعد ما يعني يخضع لهذه الجلسات من هذا الجهاز الجديد ممكن انه خلينا نقول يعني ما يرجع مرة ثانية لممارسة الرياضة؟ يعني أبغى أتكلم شوي عن الترهلات، هل إنه يساعد على شد البشرة أكثر؟
شد البشره دائما البشره في قابليه في الجلد ان ترجع لان الكولاجين موجود. مجرد ما يثقب دهن بروحه يرجع الجسم. طيب. وتقوي الكولاجين. دكتور احمد الفضلي رئيس الجمعيه الطبيه الكويتيه لجراحه التجميل، شكرا جزيلا لك يا دكتور، وشكرا طبعا